الصلاة على الغائب فيها أقوال أربعة. قول لا صلاة على الغائب مطلقا، هذا القول. أول قول الثاني لأنه الصلاة على الغائب يعني هو لا بد أن يكون أمامه سرير الموت وأمامه الميت ليصلي، فلذلك قالوا لا صلاة وبعضه. والقول الثاني الصلاة عليه مطلقا، صلى عليه الناس أو لم يصلى عليه الناس. التفصيل القول الثالث تفصيل، والتفصيل هو إذا صلى عليه الناس فلا يصلى عليه. والتفصيل الثاني قالوا إذا كان عظيما وله يعني عمل عظيم في الإسلام ممكن يصلى عليه حتى لو صلي عليه. أما الأول فهو الأسلم أنه لم يصلى عليه فيصلى صلاة الغائب، وهذه صورتها صورة النجاشي. مات في الحبشة وهو مات في الحبشة وقد أخفى إسلامه وما أحد صلى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فصلوا على أخيكم أصحابه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنهم قالوا التفصيل الثاني يعني قالوا أصحابه كان ملك الحبشة ولا يظلم عنده أحد وأسلم، وهو الذي أمهر أعطى المهر لأم حبيبة رضي الله عنها وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان له حسن العمل. فقالوا كل من كان في موقفه وموقعه من حسن العمل للإسلام أيضا يصلى عليه صلاة الغائب لما قدم للإسلام. ولذلك أنا وجدت أن الناس كانوا قد صلوا على شيخ ابن باز صلاة الغائب، وصلوا على شيخ ابن عثيمين، صلوا على الناس الذين يعني استخدمهم الله لشرع الله، الذين استنارت الدنيا بوجودهم، أضاءت الدنيا بوجودهم. شوف ماتوا وأفلت شمسهم، والدنيا الآن تتخبط عشواء. كل من هب ودب يتكلم في الدين، كل من هب ودب يوثق أو يجرح، والمسألة عظيمة عظيمة. نسأل الله رفعلا أن يظهر العلماء، لأنه إذا مات العالم ولم تجد له خلف اعلم أن الدنيا عليها السلام، اعلم أن أراد الله بالبلدة هذه هلاكا، أو أراد بالدنيا بأسرها أفولا. نعم. فإن كان رجلا يعني له الباع وله عظيم العمل للإسلام يمكن أن يصلى عليه الغائب، هذا التفصيل الثاني. وأنا أدين الله أنه إن لم يصلى عليه يصلى.